الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. هنيما يجيتك يا كاني مو بيتش بيجزو إسلامه ني أوقفونغ كويس كوا رمضان. الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونافل. هنيما أوقفونغ مو بيس نامو كعاني كم بيتش بيبيري. وإتجي كون دتن نمجرك. الفرض منه صيام رمضان. إيجي تجيكو هريمو أوقفونغ إيجي سيبو كيا رمضان. يجب الصيام على كل مسلم. هنيما هتجيتك كسيبا كيتجيك رمضان كوري بري مو إسلام عاقل وفي تبجين جبوا زي ما بكرة نيزا بالغ كبير وليس بصغير وفي تمنيا كيوجو فونغ نوجو هي ركمنيا كشمي نيتان مقيم غير مسافر هنيما أهاري وري مجهو كي كان واسع وري أهتوي أتاري كروجيندو مستطيع ضد العاجز إما يكون كبير في السن أو مريض مرض لا يستطيع معه الصيام. وهنيما عندي نو شوية أتارو مساعزة يعني وتجزي مري كأجي هذا شوية يقفونك كأن قسم عنا متوية أتارا جزو جرو شوية زبقة كوايا كويريز ومنسيوس. ولا بد تخلو المرأة من الحيض والنفاس. هنيما ومقولنا وقت عنو كان موجه يا بني ممنسيوة كأن قسري مبيسانز. يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب والله أعلم. أكويا كيفتك بليبغني بنيوبغا كفا مجيتون هاتوي أذان يصبه كجزاكولي أذان المغرب.